ده على مستوى منتخبنا، ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا، كمان على مستوى النادي الاهلي والاداء الاكثر من رائع والمفاجاه. كلنا كجماهير النادي الاهلي والجمهور المصري بشكل عام كنا بنتابع المباراه الاولى، مباراه النادي الاهلي امام مونتيري المكسيكي، وكلنا كنا قلقانين مفيش شك، ظروف صعبه جدا مر بيها النادي الاهلي، اصابات كتيره جدا، عمار بيصاب هناك، غياب دوليين بشكل كبير جدا، بتقابل فريق كبير، ولكن النادي الاهلي دايما بمن حضر. وده بقوله اذا كان الاهلي بيكسب او بيخسر، لان بعض الناس تقول لك هو الاهلي بمن حضر بس لما الاهلي يكسب، لا، الاهلي دايما بمن حضر في كل الاوقات. على مستوى الاداء كلنا كنا متخوفين من هذه البطوله، وكان بعض الناس بتقول لا النادي الاهلي لا ما نسافرش احسن، لكن النادي الاهلي نادي المبادئ، هو من زمن طويل جدا هو النادي دايما النادي اللي دايما بيحافظ على اولا سمعه البلد، سمعه مصر، وطبعا مصلحه النادي الاهلي بتيجي طبعا في المرتبه الثانيه، لكن مصلحه مصر هي اولا واخيرا. وراح النادي الاهلي يمكن فريق معظمه من الشباب، ناقص اكتر من 7-8 لعيبه دوليه عندهم اصابات كتير، واصر انه يشترك في هذه البطوله الكبيره، وشرف مصر وشرف النادي الاهلي في البطوله في المباراه الاولى. وكمان على مستوى بالميراس المباراه الثانيه، النادي الاهلي كان افضل على مستوى الفني، على مستوى خلق الفرص، على مستوى الاداء، على مستوى كمان الانتشار على جميع المستويات، خاصه في الشوط الثاني. بعض الاخطاء اللي حصلت وده وارد في كره القدم، خسر النادي الاهلي 2-0، لكن تحيه كبيره جدا جدا لكل اللعيبه اللي موجوده في ابو ظبي، تحيه كبيره جدا للجهاز الفني، لان كانت ظروف صعبه جدا، وخلوا كل الناس اللي كانت يمكن سقف توقعاتها ان احنا يا رب بس نأدي مباراه كويسه امام مونتيري وما نتغلبش كتير نتيجه للاصابه، لكن الفوز على طموحاتنا جدا وعلى سقف طموحاتنا ان احنا نكون موجودين في المباراه النهائيه. لكن طبعا كل الاحترام اكيد طبعا، عندنا مباراه قويه جدا جدا يوم السبت اللي جاي مع فريق كبير زي الهلال السعودي، اللي قدم شوط تاني اكتر من رائع امام بطل اوروبا امام تشيلسي، وكلنا تابعناه، فريق قوي جدا. مباراه صعبه على النادي الاهلي ما فيش شك، لكن زي ما بقول لحضراتكم روح الفانيلا الحمراء دايما بتكون موجوده، ودايما اللعيبه يكون عندها على قدر المسؤوليه. في اكيد غيابات كتيره مؤثره زي ايمن اشرف، زي قفشه، لكن كل زي ما بقول وارجع واقول تاني، النادي الاهلي بمن حضر. كل دوت ان شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله معانا النهارده يعني الناقد الرياضي محمد الباز، هنتكلم فيه عن مونديال الانديه ان شاء الله، ومباراه النادي الاهلي المرتقبه امام طبعا فريق الهلال السعودي ان شاء الله يوم السبت القادم. طيب